عبد القادر الف مليون مبروك حبيبي، شكرا على الكلام الجميل ده والله يبارك فيك. طبعا مش عارف اوصف الاحساس، يمكن اول كاس عالم ليا واول فوز كمان في كاس العالم في غيابات زي ما انت شايف، قدرنا نعوض الغيابات دي وعملنا ماتش جامد جدا الحمد لله، ربنا وفقنا على مجهودنا وادانا وقدرنا نطلع بالمكسب الحمد لله. اصعب مراحل المباراه بالنسبه لكم، احنا عارفين ان مونتيري فريق مكتمل جاي فول تيم، احنا ناقصنا بتحوالي 13 14 لعيب، لكن في نفس الوقت المباراه في ال 90 دقيقه، ايه اصعب اللحظات بالنسبه لكم؟ اصعب اللحظات يمكن اخر الدقائق، كله بيحاول يكمل الوقت بتاعه على اكمل وجه، فبالتالي بتحس ان في مجهود مضاعف شويه، اللعيبه في اخر الدقائق بتحس ان هي الباور والتركيز بتاعها بدا يقل شويه، فيمكن دي اصعب حاجه، كل ما بتوصل لاخر المباراه كل ما الصعوبات بتزيد، بس الحمد لله الدنيا بقت احسن في الاخر، قدرنا ان احنا نحافظ على المكسب والحمد لله، يعني اتمنى بس الاستمراريه ان شاء الله في الماتش اللي جاي باذن الله. هو ده المهم بقى، السؤال اللي كنت عايز اسالك عليه، مباراه بالميراس مباراه مهمه جدا وبالنسبه لهم هتكون سائريه، احنا حققنا فوز ووصلنا قبل النهائي بس لسه ما حققناش الهدف بالنسبه لنا. يمكن انا قلتها ان شاء الله بقولها تاني، باذن الله باذن الله احنا لو ركزنا ومشينا زي ما احنا ماشيين كده ان شاء الله هنكون في النهائي باذن الله، يمكن اول كاس عالم انا متفائل ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله. بحمد ربنا سبحانه وتعالى على المكسب بتاع النهارده وبشكرك طبعا على الكلام الجميل يا امير اللي انت قلته، وبشكر زمايلي طبعا على الروح والاصرار اللي كانوا في الملعب النهارده، احنا قعدنا مع بعض كتير واتفقنا ان احنا ان شاء الله مش هنبخل اي نقطه عرق عندنا، فالحمد لله قدرنا نحقق مكسب مهم، وان شاء الله دي اول خطوه ولسه بدري ولسه في ماتشات جايه، فان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه يعني. جميل. علي انا عارف العلاقه ما بينك وبين الشناوي علاقه ممتازه، اكيد الشناوي تواصل معاك قبل الماتش، احكي لي اللي حصل، الكواليس كانت ايه؟ لا اكيد طبعا الشناوي، حتى انا كنت انا بكلمه بعد الاصابه على طول، قعدنا نتكلم مع بعض شويه وبعد كده هو كلمني قبل الماتش قال لي ان شاء الله تعمل يعني ماتش كويس، الناس كلها عندها ثقه فيك وانا عندي ثقه فيك كبيره جدا، انت بتتمرن بشكل كويس وده حقك ان انت تكون موجود دلوقتي، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهبارك لك ان شاء الله بعد الماتش. والله هو الواحد فعلا فعلا بيحب الاهلي يعني بصراحه، هو بعيدا عن الواحد بيلعب في الاهلي وكل حاجه، بس حب الاهلي ده من الصغر يعني، والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي والف مبروك ليكوا في قناه النادي الاهلي، ويا رب نشرفكم برضو الماتش الجاي والماتش اللي بعده ونوصل للنهائي وناخد البطوله باذن الله. مبروك لنادي الاهلي ومبروك لجماهير نادي الاهلي العظيمه اللي دايما كانت ورانا، اللي ما كانتش شاكه اللي احنا يعني اللي احنا هنخسر خالص، لا كانت دايما بتشجعنا ودايما معانا، فبحب ابارك لهم وبقول لهم ان شاء الله ما تلاقوش اللي جاي احسن واحسن. طبعا مباراه كبيره، احنا كنا نازلين عندنا تحدي كبير، مش الغيابات بس، لا احنا عندنا اللي احنا المونتيري يعني كانت كسبت الاهلي مرتين، فاحنا كنا عايزين نكسب المره دي، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعمل كده، واللعيبه كلها كانت رجاله وكلها كان على قلب بعض، فالحمد لله دي كانت اهم حاجه يعني. المباراة بشكل عام ضيعنا كورتين ثلاثة في الماتش في أول المباراة، واحدة ليك واحدة لأحمد عبد القادر، رغم كده كان في تركيز ذهني مميز داخل الملعب لحد ما جه الهدف. الاستراتيجية اللي كنتوا بتلعبوا بيها، التاكتكس اللي كان بيتكلم معاكم فيها مستر بيتسو موسيماني أو كابتن سامي قمصان كمان. والله يعني بص أنا عايز أقول لك يعني إحنا بنضيع، بس كنا كلنا بنشجع بعض، كلنا بنقول ما فيش مشكلة يعني، سواء أنا لما ضيعت أو سواء أي حد كان بيضيع، كلنا كنا بنكلم بعض كويس، لا إحنا ما تقلقش اللي جاية هتيجي مش مهم، خلاص ضيعنا يعني إن شاء الله اللي جاية أحسن، فالحمد لله دي كنا بنلعب عليها. وطبعا الاستراتيجية كان كوتش طبعا في الأول قال لنا اضغطوا في الأول، هو كابتن سامي، بعد كده خلاص وقفوا بقى إحنا بقى لعبنا، فالحمد لله ده اللي احنا قدرنا نعمله، حتى الجول اللي احنا جبناه كنا متفقين ان احنا هنعمل كده، فالحمد لله ربنا كرمنا. كان يعني علي كان عاملها بالعرض بس اتردت لهاني بره، فالحمد لله يعني دي كان ربنا موفقنا فيها يعني. هو طبعا هو موقف يعني مش سهل، بس يعني في الاخر انت بتلعب وسط منظومه كبيره، منظومه النادي الاهلي يعني، على شمالي كابتن علي معلول، على يميني كابتن رامي ربيعه، موجود قفشه، موجود كابتن ياسر، كل دي حاجات، ورايا كابتن علي لطفي، كل دي حاجات بتديني ثقه طبعا يعني، انا ما حسيتش ان انا متوتر ولا اي حاجه الحمد لله. طبعا ظروف صعبه، بس احنا يعني الجهاز الفني كابتن سامي ومستر موسيماني ادوني ثقه كبيره جدا، خلوني احس كاني انا بلعب بقالي كتير طبعا.